البيروتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم من جديد مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح اللي يجيكم كل يوم اثنين في تمام الساعة الثانية ظهرا. طبعا أكيد حنذكركم بطريقة سماعنا عن طريق الراديو مباشرة أو حملوا تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو البلاي ستور أو روحوا مباشرة على الموقع الرئيسي على www.alfalfam.com. تواصلكم معنا لأي مشاركة في موضوع حلقتنا اليوم في برنامج مفاتيح راح تكون عبر أرقام التواصل 012-61-61-100 011-217-85-85. طريق الاس ام اس شاركونا على STC 851040 موبايلي 66301 وزين 703013. موضوعنا اليوم في برنامج مفاتيح حيكون عن المعيقات التي تواجه الانسان بشكل عام في حياته. كثير مننا يكون حابه يمشي في مسار معين او عنده خطه معينه لكن ما يقدر يواصل او يستمر في هذه الخطة. إيش المعيقات اللي ممكن تواجهه؟ ما هي الأسباب؟ إيش ممكن هو يسوي؟ إيش أهم الحلول اللي ممكن تكون بين يده ويسويها؟ وكمان راح نشوف أمثلة مختلفة على هذه المعيقات أو كيف يتخطى الإنسان المعيقات هذه. طبعا أكيد تفاصيل حلقتنا اليوم راح تكون من خلال الأستاذة ألاء العدناني مرشدة الحياة لايف كوتش. أهلين أستاذ، كيف الحال؟ أهلين الحمد لله، ماشي الحال كله تمام؟ تمام الحمد لله. وفعلا في بداية الحلقة زي ما قلت أستاذة ألاء أنه الإنسان فينا كلنا كل واحد لي نظرة معينة للأمور وكل واحد في مسار وخطة في حياته وحاب يمشي فيها، لكن لما يكون ماشي في هذا المسار المعين ممكن تواجه بعض المعيقات أو الصعوبات اللي أحيانا ممكن ما يعرف كيف يتخطاها. أكيد. فأهم هذه المعيقات اللي ممكن تواجهنا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي، بالنسبة للمعيقات هي طبعاً تختلف حسب إحنا كيف نشوف المعيقات. عموماً المعيقات أو ممكن إحنا نوصفها على إنها هي معيقات، هي ما هي necessarily أو بالضرورة هي معيقات. هي بالنسبة لأي إنسان أو بنظرته هي مجرد خطوة جديدة الإنسان بيقوم فيها. وحقيقة في كثير مننا بنحاول كثير نتهرب أو إنه إحنا دائما نبقى في الكومفورت زون حقتنا أو منطقة الراحة وما نطلع منها، وهذا بيخلي لأنه أكثر شيء أو الشيء الوحيد المتغير أو الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير. التغيير هي سنة ثابتة في الكون، وهذا الشيء مفروغ منه. إنه إحنا مثلا نحاول قد ما نقدر إنه إحنا نتشبث في مكاننا ونتشبث في مكاننا وما نتغير، وما والتغيير هذا بيتطلب المعيقات، هذا بيخلي المعيقات أو الأشياء الثانية الخارجية بتجينا غصبا عننا. لأنه طبعا إحنا بنحس بالألم بالتعب، بنقول إحنا ليش بيصير فينا كذا. هي مجرد هو في الحقيقة مجرد شيء طبيعي بيحصل. إحنا ما إحنا متعودين مثلا أنه إحنا دائما نخوض أمور نبغى نجلس زي حياتنا العادية مثلا، ما نبغى التغيير، ما نبغى التغيير. أيوة. وهذا طبعا يعني أو ينبع من أنه ما في مثلا كل شخص مننا أو يعني البعض مننا ما في له خطة معينة، مسيرة معينة، هدف معين حابب أنه هو يوصل له. وهذا الشيء تحصيل حاصل، المعيقات هذه هي مجرد تحصيل حاصل، أبدا ما هو شيء غريب. فيعني إحنا المفروض نقول زي يعني بنقول كأننا بنرحب بالمعيقات هذه، وأنه العلامة الوحيدة اللي أنه إحنا نحس فيها بالتطور والنمو اللي هي لما تجي أمامنا المعيقات. فهذه أو التحدي هذا أو المعيق هذا اللي إحنا بنشوفه هي زي ما تقولك إحنا بنمشي طريق مستقيم، ففي زي العتبة إحنا لازم ننط منها. طيب هذه النطة إيش تعني لنا؟ لازم شغل كثير، لازم نتعب شوية على نفسنا، لازم نعرف أو نكتشف من خلاله
نفسنا وذواتنا اللي تخلينا نقدر نسوي الجامب هذه أو الـ أو الـ أو الـ أو الـ أو القفزة. النطة هذه أو القفزة إن عشان نروح ليفل ثاني ومستوى ثاني، وهو المفروض هذا يكون الشيء الطبيعي في حياتنا. حلو. أحيانا المعيقات تكون لو لما نسميها معيقات تجي من الشخص نفسه أو من داخل الإنسان، لكن أحيانا بتكون المعيقات حول الإنسان أيضا، يعني إن كانت تنبع أتوقع من داخله فهو شيء مختلف عن لما تكون تنبع من ناس حوله. أكيد. فإذا كان هو قادر أحيانا على أنه يتخطى المعيقات اللي تنبع من داخله، طب كيف ممكن يتعامل مع المعيقات اللي ممكن يواجهها في الناس اللي حوله؟ ممتاز، سؤال جيد. الحقيقة هذا هو الشيء اللي كثير من الفلاسفة كانوا بيتكلموا فيه، وفي كتاب مرة حلو his name is Holiday، الكاتب كتب كتاب رائع عن المعيقات. المعيقات سبب، يعني قال إنه هي أساس للتطور والنمو. فبيقول بيشرح إنه العالم الخارجي وحوالينا الإنسان في كثير من المؤثرات الخارجية اللي تجينا أو إحنا ما لنا يد فيها، وبنحاول بنحس إنه كل شيء بيجي علينا. إيش بو اليوم هذا مو قادر يمشي بسلام، إيش بو ماني قادر اليوم، أكيد في شيء غلط، أكيد يعني ليش هذه الأشياء بتحصل لي. فالحقيقة هذا شيء ما نقدر نسوي فيه شيء، العالم الخارجي هو طبيعي إنه بيدينا هذه المعيقات، إنه هو بيتحدانا إنه إحنا we move on أو إحنا نتطور وإنه إحنا نتغير. بس هذا الشيء أنا ما لي أي تحكم فيه، لكن في شيء كبير وشيء مهم وشيء عميق الإنسان لازم يفكر فيه، لأنه الإنسان صح ما بيده مثلا أشياء كثير، مثلا الجو رئيسي في العمل، مثلا الاقتصاد، مشاعر الآخرين بالنسبة له، أحكامهم، أنا إيش الناس إيش بيفكروا عني. لكن أنا في يدي شيء أهم وأعمق من هذا، اللي هي مشاعري أنا بالنسبة للموقف هذا، حكمي أنا على الأشياء، إبداعي، my attitude، موقفي من الموضوع هذا، ووجهة نظري ورغبتي وإصراري إني أنا أثابر وأوصل للنقطة اللي أنا أبغاها. هذه الأشياء كلها بيدي، ما نقدر أني أنا مثلا ألوم الناس أقول لهم لا أني مشاعري أنا بيدكم، أو أنتوا بتخلوني أشعر بالطريقة هذه بالطريقة الفلانية. فصح العالم الخارجي بيحاولينا في كثير من التحديات زي ما خلينا نقول إنه هي مشاكل، لكن نظرتي أنا وطريقة حكمي على الأمور هي اللي بتحكم أو بتفرض علي تصرف معين. إذا هذا كل هذه الأشياء ما هي سهلة، ما هي بسيطة أو عادية، لا، هذه مكون جدا أساسي في نفسيتي الإنسان. فهذه لما أنا يكون عندي كنترول لها أو تحكم فيها، أقدر أسيطر على نفسي، واللي هي انك لما تسيطر على نفسك اسيطر، يعني انك انت تسوي كنترول على مشاعرك، تسوي تعرفي نفسك من خلال الوعي كمان. انت تكتسبي اكبر قوه عندك اللي هي نفسك، فانت من خلالها تعرفي كيف ما اتاثر. يمكن شوي انا اذا كنت بتكلم شويه يعني احيانا بكون فلسفيكال، بس يعني اللي أقصده إنه مثلا وجهه نظري، لانه هذه الاشياء يعني مثلا طبيعيه. خليني اقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيش مرت فيه هذه يعني مشاكل وصعوبات، لكن في وجهات، في destination أو في هدف معين أنا في بالي هو اللي أنا أبغى أوصل له. فمهما إيش يقول قدامي، مهما، وهذا هو السر حقيقة، السر في إنه كثير من العظماء والإسهامات الكبيرة في الإنسانية كانت من خلال هذول العلماء، ومن خلال هذا السر اللي هي المثابرة، من خلال مهما تجيهم هذا المستحيل، ما في شيء يجي بسهولة. ولما أقول لك شيء مو بسهولة، مو معنى إنه لازم أروح في تعب نفسي أقول أو ألم، لا، بالعكس، أنا I enjoy it، أنا أستمتع بالنمو، أنا أستمتع بإني أنا أشوف إيش اللي حواليا وبأنظر له نظرة موضوعية، ما يعني أحكم على نفسي، يعني أحاول إني أخلي زي الفصل بين الأشياء اللي بتحدث لي وبين أنا نفسي وطريقة حكمي على الأمور أو التعامل معها. ممتاز، حلو، جميل. رح نكمل أكيد موضوعنا مستمعينا في برنامج مفاتيح، لكن نطلع فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء. المعيقات التي ممكن أنها تواجه الإنسان، هذا اليوم موضوعنا في برنامج مفاتيح مع الأستاذة آلاء العدناني.
أستاذة لا، كنت طبعا قبل الفاصل بتتكلمي تحديدا في أنه أنا سألتك سؤال أنه كيف ممكن الشخص أحيانا يتخطى المعيقات اللي بتكون تنبع من داخله، لكن المعيقات اللي بيشوفها حوله أحيانا بيلاقي صعوبة في تخطيها. صحيح. أنا حابة بس أضيف يعني نقطة بسيطة، يعني بس حابة أقرب الكونسبت أو المفهوم. فتخيلي إنه أنت مثلا رحتي أو أنت جالسة في المكان اللي يعني مثلا الليفينج روم أو الصالة أو المجلس، وجالسة بتتفرجي تلفزيون أو بتتفرجي فيلم أو بتروحي سينما مثلا بتتفرجي، إيش موقفك؟ إيش موقفك هنا يا أستاذ سامي؟ موقفك انك انت، هل انت فقط انك انت بتستمتعي بالمنظر او whatever it is، مثلا الفيلم او السياق المعين اللي رايح عشانه؟ اكيد حستمتع، ما عندي شيء ثاني صراحه، يكون اكيد 100% طبيعي، خاصه اذا كملتي للنهايه. بالضبط. ممتاز. طيب، احنا يعني حقيقه هذا الفصل اللي بقول لك عنه هو بالضبط يشبه دورك كمتفرجة بالنسبة للأحداث اللي بتصير لك. أنت ما بتحاول إنك، أو أي شخص ما بيحاول إنه هو يفرض أحداث معينة أو يزعل من أحداث معينة قاعدة بتصير له، فهو مفروض زي ما يعني كنت بقول إنه يحكم بطريقة موضوعية، ما بيحكم على نفسه ليش أنا حظي كذا، ليش أنا كذا، ليش الناس بيسووا فيه كذا، طب أنا سويت كل اللي علي، أنا ليش ما بيجيني مثلا مردود. فهنا أنا بحاول إني يعني أكون جوة الأحداث حقت الفيلم، جوة الأحداث حقت الفيلم عايشة، بأتلخبط يكون عندي confusion أو تشتت. أيوة، تشتت مثلا إني أنا مثلا ما أعرف، يعني زي ما for example مثلا لما يكون زي مثلا crystal ball هذه اللي زي السوفينيرز مثلا في جوتها شخص أو لعبة مثلا، فهو حواليه ما بيدرك إيش الأشياء اللي حواليه، فهو يكون جوة الأحداث، ما هو واعي بالعالم الخارجي. لكن لما أنت تكوني من برا تحكمي على كل، تشوفي كل الزوايا، تشوفي كل الأمور، فهنا يعطيك حكم أفضل وحكم خلينا نقول شوية حكيم أكثر من إنك أنت تكوني. وهذا اللي ما أقول لك هو الرضا بالقضاء والرضا بالحياة. فلما أنت الواحد بيوصل لهذه المرحلة خلاص ما بيهم إيش بيصير، بس ما بيسكت، ما بيجلس، في نظرية بيتحرك بيحاول يغير شيء اللي حوله. أيوة بالضبط. أنا كتبت حاجة صح، كيف أنا بحاول أشتغل عليها، اللي هي ما هي نظرية بس إنه الإنسان المفروض يفكر يشوف اللي حواليه، يلاحظ، to observe، يتعلم، يحسن ويستمر. So إذا إحنا يعني مشينا في هذه الخطوات مستحيل إنه أنا رح أوقف. وحتى هذه المعيقات لو جاتني طبيعي إنها تيجي، وأصلاً كل ما إنسان تطور بتجيله معيقات على قد على قد التطور هذا. صحيح. وبالعكس هذا بعدين دائما أنت مثلا خلينا نقول مثلا لما يعني حضرتك تفكري في شيء مثلا صار قبل 5 سنين صارت أو 3 سنين، بتقولي كيف كنت أفكر؟ شيء مرة سهل، يعني ليش كنت أنا مرة ماخذ الموضوع بطريقة سيريس أو جدية كذا. بالضبط. دائما لما نفتكر خاصة الأشياء اللي صارت لنا في الماضي فكر إنه يا الله أنا كيف مثلا على سبيل المثال قد كده عقلي صغير كان. بالضبط. يعني كيف كنت أخذ المواضيع بهذه الطريقة أو كيف كنت أحكم عليها بهذه الطريقة؟ صح. بالضبط. وأنا أشوف اللي قدامي كأني مثلا دخولي للجامعة أو مثلا إني يعني مثلا تاس معينة واختبار، في الأخير بشوفه إنه هو شيء طبيعي. فاللي إحنا حابين نوصل له إنه حقيقي يعني خلينا نقول شوف الفرق بين الإنسان اللي داخل المعمعة والإنسان المتفرج. فيكون حقيقي الستريس ليفل عنده أو التوتر، درجة التوتر جدا جدا منخفضة. وحقيقي دائما بيقولوا التوتر وإيش مشاكل الستريس ومشاكل الضغوط في الحياة والإنسان اللي بيشيل هم كثير، بس في الحقيقة التوتر هذا هو النمبر ون، يعني هو اللي بيسبب الأمراض حقيقة. يعني زي مثلا في واحدة كانت بتقول لي إنه مثلا حقيقة التوتر كان بيخليني إني أنا صرت أنسى. يعني ذاكرتي فقدتها يعني شوي يعني حتى صار لي بالنسبة لها أعراض جانبية عضوية، يعني أعراض يعني حقيقية أنا بلمسها وعضوية بشوفها، غير يعني فالسترس هو هذا اللي إحنا بنحاول يعني نتكلم فيه في موضوع life coaching. لأنك أنت سواء يعني هالموضوع هذا حاصل بس درجة توتري هذا أبدا ما رح تفيدني في الموضوع. زي ما أقول لك مثلا أنه أنا أبغى أخلي السير يسير وأنا
إذا كان لي شيء أقدر أسويه أو إذا كان لي هاند مثلا يد في هذا الموضوع جميل أقدر أسويه، لكن حلو. إذا لا أنا لازم أتفرج وما أخذ هذا الحمل الثقيل أو التوتر بدرجة جدا عالية تخليني أخرج عن السيطرة وإني أنا مثلا أتوتر. والتوتر طبعا بي له كثير نتائج وله كثير حتى يعني مثلا تصرفات الإنسان ممكن يسويها وبعدين يندم إنه هو عليها. مثلا زي التوتر ومثلا زي عموما الذاكرة، مشاكل الذاكرة، مشاكل اللي هي مثلا الناس اللي بيأكلوا مثلا كثير، اللي هو كل العموم الناس اللي مثلا بيتأثروا من موضوع الأوفر إيتينج، هذا كله سببه إيموشنال وجداني بيكوز هذا العائق اللي أنا. طيب لما أنا أشيل هذا ستريس مثلا ليفل إيش أشوف، كيف أشوف المعيق؟ وبالنسبة لي عموما شيء تحصيل حاصل هو لا محالة منه، وفي الأخير يروح هذا مستوى التوتر. وفي الأخير أنا أبغى يعني إن شاء الله لو كان عندي رؤية وكان عندي هدف طبعا مع المسيرة ومع المثابرة الإنسان إن شاء الله بيقدر يوصل إن شاء الله. جميل. في عندنا مشاركة من الأخ عبد الله أو سؤال يقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الورد، يا هلا تفضل. سامع كيف الحال؟ ماشي الحال تفضل. شكرا شكرا على البرنامج أكثر من رائع. العفو. سؤالي كيف أوقع من شو اسمه اللهم صل على محمد المعوقات؟ كيف؟ ما سمعت سؤالك. تغلب. كيف تتغلب على المعيقات تحديدا؟ إيه. جميل حلو شكرا لك جزيز. وأكيد رح نتناقش في هذه النقطة كمان، كيف أتغلب أو ماذا أفعل، إيش هو أو إيش في حلول كيف. أيضا كمان حابة أذكر شيء أستاذة ألاء إنه بالإضافة للتوتر من أكبر المعيقات صراحة، أنا بحكم على الناس يعني تقريبا اللي بشوفهم يوميا أو الناس اللي حولي أو الناس اللي يعني تجاربها واضحة بالنسبة لي، من أكبر المعيقات اللي ممكن توقف إنسان هي الخوف. الخوف يعني معيق أحيانا ممكن يخلي الإنسان فعلا يفضل واقف في مكان معين لفترة طويلة جدا جدا جدا، والفترة تمتد 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 لو الخوف فضل موجود. هذه مشكلة. فالخوف أيضا كيف، إيش الشيء اللي خليني أقدر أني أتخطاه في حال مثلا كان قرار مصيري، مثلا خلينا على سبيل المثال في تضرر وإلى آخره في علاقة زوجية ومضطرين هم يتطلقوا، هذا بالنهاية قرار قوي نوعا ما، لكن في خوف، مع أنه أحيانا يمكن يكون القرار صائب حتى هو أبغض الحلال، لكن هو ممكن يكون قرار صائب في النهاية. بس مثلا زي الخوف من الانفصال، الخوف من أني أعيش لوحدي، الخوف من هذه الأمور، كيف ممكن الشخص يتخطى هذا الخوف؟ أوكي. Right. أنا بس بعيش يعني في الموضوع الأسئلة ممتاز. هذا. أوكي. طيب خلينا نتكلم شوية عن هذا الموضوع اللي هي الأسباب. ممكن. حلو. إن هي يعني شوية حتوجهنا لموضوع الخوف. الخوف. جميل. طيب أنا خليني أقول مثلاً. لما يكون مثلا عندي معيقات، ايش هي مثلا اسباب هذه المعيقات؟ طيب في عدة اسباب، وهي زي ما خلينا نقول هي اسباب عامة، بس هي اول سبب ممكن اقوله انه هو سبب مجمل، انه الطريقة اللي اتربينا عليها او عموما المجتمع اتربى عليها انه مثلا الخوف من الاخطاء. الخوف من الأخطاء هذا بيسبب يعني حقيقي يعني التباس كثير بالنسبة للناس. فالإنسان بيعيش حياته كلها بيحسب إنه هذا الشيء خطأ، أو يحسب إن هذا الشيء فيه لبس أو شيء يعني من هذا القبيل. فالشيء وهم واحد إنه لما أنا مثلا يكون في مثلا قرار معين لازم أعرف، أو لازم أول شيء أتوجه للمساعدة. أنا ما أقدر إذا كان ما أنا بتكلم، خلينا نقول هذا المثال، ما أقدر إني أنا يعني أو أتكلم في هذا الموضوع أو إني أحله أنا لوحدي، لازم أتوجه لإنسان مختص، لايف كوتش مثلا، أو إنسان استشاري أسري، أو يعني إنسان عنده خبرة أو أحد كبير في العائلة. صح. لازم خاصة في الأمور الكبيرة هذه، فلازم أعرف مثلا إيش أسباب الخوف هذا، إيش أول شيء. طبعا كل علاقة طبعا تختلف عن الثاني، ما في شيء عموما في العالم اسمه صح، وما في شيء اسمه غلط بالنسبة للإنسان وفكرتك أنت بالنسبة عن نفسك.
صحيح، لأن القناعات هنا تكون شوية مختلفة بالضبط بالنسبة للناس، بأنه أنا في أشياء كثير أشوفها غلط، في ناس كثير متشوفها صح، ما يقبلوها يعني اختلافات. في ناس بالضبط، فما أنا في ناس ما يقبلوا هذا الشيء، في ناس بيقبلوه، فهذا الإنسان اللي بيساعد يعني كأنه he's like or she's like unraveling or بتحاول إنه المساعد هذا الشخصي إنه هو بيفكفك ليش هذا الخوف، ليش هذا الرهبة الكبيرة اللي أنا بحس فيها من موضوع كبير أو موضوع صغير. فاللي هي عموما الطريقة السبب الأول اللي هو الطريقة اللي تربينا فيها عن إنه الغلط لا تروحه، أو مثلا أتكلم عن الأخطاء الصغيرة، يعني مثلا أنه ليش أنت اتخذت هذا القرار، ليش رحتي لهذا مثلا، خلينا طيب نتعلم، خلينا مثلا أنه إحنا نتربى، it's okay، هذه learning opportunity أو هي عبارة عن مرحلة أنا أتعلم منها، أنا أتعلم من أخطائي. فعموما في المدارس مثلا الأستاذة أو الأستاذ لما بيصححوا كل شيء، لا هذا غلط، لا هذا صح، طيب أنا كيف أتعلم؟ إذن طريقة الغلط وطريقة الصح لا نحكم عليها بشدة أو لا نعاقب عليها بشدة، لأنه هذا يعني مثلا أنا مثلا يعني إذا كان في أم مع أطفالها، ليش أنت يعني مثلا ما حقول لها أنت ليش ما أعرف سويتي هذا السلوك أو التصرف، فهنا أنا ما بحكم عليها، فلازم أعرف إيش الأسباب اللي خلتها مثلا تسوي هذا الشيء. whatever it is، أنا يعني ممكن هذا الشيء ممكن يكون مقبول عند ناس وممكن يكون غير مقبول عند ناس ثانيين، فهو عبارة عن perspective أو وجهة نظر. فالخوف هو بيصير من هذه التربية اللي هي قائمة عن ترك الأخطاء، ما الناس ما بيتعلموا كل شيء، مثلا أنا حتى مثلا أبخليه أنه ما أبغى بنتي تطيح فأخليها مثلا مع الدادة طول الوقت، أو إنها مثلا تصير حتى لما تطيح تتأذى بشكل أكبر، حتى يعني حتى ما تأخذ تقدر الطفلة الموضوع بروح رياضية شوية فتلاقيها على طول تبكي. بالضبط، يعني ما ردات الفعل تكون قوية نوعا ما، وهو هذا حقيقي في طبيعة الإنسان الخطأ وإنه هو يتعلم من أخطائه، لكن يعني أفضل من هو يكبر في سن معين وتجيله كثير من الأشياء، فيضطر إنه هو طبعا إذا كان عنده وعي كافي إنه هو يعني تماما يصلح الأمور أو إنه هو ينمو بطريقة مختلفة. فهذا خلينا نتكلم عن الشيء الواحد. الشيء الثاني إنه نقلد الآخرين مثلا في تصرفاتهم، مثلا هو ليش زعل من هذا الموضوع، لازم أنا أزعل منه، لازم يعني عموما نقلد الآخرين في مشاعرهم أو their emotions. السبب الثالث اللي هو التعلق الشديد بالأشياء، مثلا في معيق معين أنا ماني قادر أتخطاه، طيب مثلا اني انا ماني قادر اترك وظيفتي لانه انا مره متعلقه فيها، انا مره احبها، انا خايفه انه الكومفورت زون هذا حقي يضيع، خايفه انه انا اروح لشيء جديد انا مستحيل اواجهه ما اقدر عليه. فاني انا متعلقه جدا فيه، التعلق هذا يفقدك شويه الصله بنفسك ويخليك تركزي على العالم الخارجي اكثر من انك انت او الشخص انه يركز على جوته او انه هو مش يتحدى، ولكن انه يكتشف نفسه اذا ما قدر من خلال القراءه، من خلال النمو، من خلال يعني بمساعدة مثلا شخص، أو دائما يكون في يعني زي المنتر كويس، أو أي شخص يكون عنده منتر مثلا في البزنس. إحنا شوية عندنا إيجو أو إنه عندنا كبرياء إنه إحنا مثلا نكون مع شخص نقول له هو إيش سوى ونتعلم منه، نتعلم عشان نتخطى كثير من الأشياء. فالتعلق برضه، فنرجع لموضوع التعلق الشديد بالأشياء، هذا سبب من أسباب المعيقات، إنه خلينا ما نكفز، ما نروح، نجلس فيه طول عمرنا بسبب خايفين إنه إحنا نخرج من منطقة الراحة حقتنا. طبعا اللي هو الوعي اللي هو المنخفض، مرحلة الوعي المنخفض اللي هي مثلا توجيه اللوم على الآخرين، المعيقات أو هم هو السبب رئيسي، هو ما السبب، ما أواجه نفسي مثلا أهلي هم السبب، مثلا أختي، مثلا صديقتي، مرة هم ما بيخلوني أنا، طب ما لقيت فرصة أنا، طيب. فهذا اللوم اللي للخارج أنا المفروض شوي أحد منه وأركز على إني أنا ليش هذه الأشياء بتصير، وبشيء أنا أقدر إني أنا يكون وأقدر أسويه في كنترول بالنسبة لي. وهي أيوة، فتكلمت عن هي الأنا العليا، طبعا هذه لازم شوية تنخفض، وهي طريقة جديدة للتعلم. إذا أنا مثلا رحت لوظيفة ثانية أو رحت لأي شيء جديد بالنسبة لي، هي طريقة لأنه أنا أتعلم منها. ما كيف حتكون أنا عندي خبرة كبيرة من أو مجموعة كبيرة من الخبرات إلا أني لما أنا أكون أجربها. وهذا الشيء اللي إحنا بنفتقده حقيقي في تعليمنا وفي دراستنا، أنه إحنا بنقدم لهم المعلومات ما بنعطيهم المشكلة عشان هم بيحلوها.
عندنا مشاركة كمان أستاذة ألاء من الأخ سعد يقول ألو مساء الخير. مساء الخير. مساء الورد يا هلا فيك تفضل. كيف حالك؟ ممكن نسأل؟ أكيد تفضل. بالنسبة عندما مثلا يرغب أي إنسان أن يقوم بعمل أو يعني يتوظف في وظيفة يكون في نوع من التردد والخوف من تحمل المسؤولية. يعني كيف يمكن التخلص من تردد وتخلص من المسؤولية بحيث أنه هو يقدر ينجز الوظيفة هذه على أحسن، لكنه يتردد خوف من أنه يتحمل مسؤولية كبيرة غيره. مسؤولية غيره. ويمكن بعض اللي معك مثلا يرمي عليك العمل يعني بمجازفة، يقول لك خلاص استلم انت الشيء هذا أو باشر الشيء هذا، فيعني ينتج عنه يمكن يتردد ويمكن ما يرغب في أداء الوظيفة. يلا تفيدين يا أختي الكريمة. جميل، سؤالك واضح أخوي سعد. خلص من الشيء هذا، شاكرين ومقدم. يا هلا فيك، سؤالك واضح. عندنا اتصال ثاني، ممكن ناخذ الاتصال ونشوف السؤال اللي بعده ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. أستاذة ألاء تجاوبكم. اتصال. ألو مساء الخير. ألو. يا هلا وسهلا. عندي سؤال. تفضلي، مين معايا من وين؟ السامية بسأل. الاكتئاب والخوف من انه لا يرجع الاكتئاب للشخص اذا مثلا انفصل عن الشخص او شيء كذا. مش واضح. ممكن توضح يعني هو قبل ولا بعد؟ يعني قبل وبعد، يعني الشخص لسه ما تخلص من الاكتئاب فبيخاف انه لا يرجع نفس اللي صار، يعني ايش الحل؟ يعني هو كان عايش في حالة اكتئاب. أيوة. لتوضيح اكثر. وطلع أيوة منها. أيوة. مثلا فترة وخايف يرجع لها او ايوه خايف يسوي اي شيء يعني عشان يرجع للاكتئاب. أيوة. اوكي طيب، يعطيك ألف عافية أختي. رح نطلع فاصل الآن وراجعين لإجابة أسئلتكم، خليكم على السماء. مفاتيح مع سامية البيروتي. ومكملين مستمعينا في موضوعنا عن المعيقات اللي ممكن تواجه أي شخص فينا. أكيد تقدروا تتواصلوا معنا على أرقام التواصل 011-61-61-100 011-217-85-85، أو شاركونا على أرقام الاسمس STC-85-1-040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. في سؤال كان قبل الفاصل من الأخ سعد عن موضوع التردد، موضوع أنه الشخص يكون متردد لأنه مثلا حيتنقل مثلا على سبيل المثال من وظيفته، فعنده تردد أنه خايف مثلا يتحمل مسؤولية أكبر من المسؤولية اللي كان شايلها، فكيف ممكن يتعامل مع هذا الموضوع أو هذا الوضع؟ أوكي. الموضوع جدا طبيعي، لازم أي إنسان يكون في مرحلة جديدة من حياته طبيعي إنه يكون في كثير من القلق، من الخوف، من يعني التردد، هل هذا الشيء صح، هذا الشيء غلط بالنسبة لي، أو هل الشيء هذا بيفيدني أو ما بيفيدني. أول شيء أو لازم نعرف هو ليش مثلا، أول شيء هل هو يرغب في الوظيفة أو لا، إيش هي الأسباب اللي تخليه بيتردد لتحمل المسؤولية، وهل هي أصلاً تحمل المسؤولية ولا بس عشان الوظيفة نفسها هي مش عجبته. فيعني أنا اللي بقوله، إحنا خلاص ما نبغى إنه إحنا نقوم بإسداء النصائح لأصدقائنا أو أولادنا أو الناس اللي إحنا يهمونا، لكن في الحقيقة المفروض إنه إحنا شوية نتعمق أكثر من كذا ونتعرف على الشخصية هذه، هي إيش تبغى. التردد هذا مش شيء يعني عادي لازم الواحد يعديه، لكن في أسباب لهذا التردد. مثلا يعني شوف هو إيش يبغى، هو إيش الأشياء اللي هو اللي، هل هذه الوظيفة هي وظيفة أحلامه، هل هذه الوظيفة
هل هي الوظيفة هذه بغض النظر عنه تحمل مسؤولية يبغاها ولا لا. ففي يعني في كثير من الأشياء ممكن هو بنفسه أو الإنسان هذا يكتبها، مثلا أنا هذه الوظيفة بتضيف لي 1 2 3 4، أنا خايف من تحمل المسؤولية. أسأله أنت ليش خايف من تحمل المسؤولية؟ ممكن تسمع يعني قصص مرة، ممكن تكون من الماضي. يعني تحمل المسؤولية شيء طبيعي إذا الإنسان هذا ما كان متحمل شوية من المسؤولية من قبل، وهذا هذه المسؤولية جات عليه، هو طبيعي إنه هو يتردد. لكن هذه يعتبر نقطة قوة، نقطة قوة بالنسبة للإنسان إذا هو راح فيها. هي يعني المفروض يعني الإنسان يحسس الشخص الثاني إنه it's okay، طبيعي اللي أنت قاعد بتحس فيه، وهذه مرحلة نمو بالنسبة لك. جرب إيش هي مثلا، خلاص هو كتب مثلا إيش هي الوظيفة اللي هو يبغاها، كتب مثلا إيش هي الأشياء اللي مثلا تخليه ما يبغى يتحمل المسؤولية. طيب إيش هو يبغى، إيش الوظيفة اللي قريبة من نفسه وحتخليه شوية يحس بطريقة يعني أيوة. أنا I call it أو أنا بسميها البيبي ستيب، اللي هي الخطوة البيبي الصغيرة. إيش هو الشيء اللي تخليك مرتاح وفي نفس الوقت إنه أنت بتضيف لنفسك. طيب أنا أبغى أسأله، أنا خلاص إحنا تعبنا من زي ما قلت إن استداء النصائح، وتعبنا من إنه إحنا نعطي الحلول من عندنا. خلي الشخص هذا لما أنا هو بيقوم بوظيفته، هو بيقوم بالتفكير عن نفسه، بيدور بنفسه إيش الوظيفة اللي يبغاها، خلاص هذا الحمل بيروح عن المربي أو بيروح عن الصديق أو بيروح عن الإنسان اللي شايل مسؤولية الآخرين. أيوة، فهذا يحتاج له زي الجلسة أخوية، جلسة مثلا ممكن إنسان يروح للايف كوتش، يروح لمثلا إنسان أكبر منه. الإنسان الناصح هذا، وخلينا نقول الناصح، لازم يكون شوية في شيء من التقبل، عدم الحكم، نعرف يعني نعرف شوية عن طبيعة الإنسان، وما نحكم إنه لا أنت مفروض ما تكون تتردد، أنت مفروض ما تتحمل، عادي كل شوفني أنا متحمل مسؤولية، شوفني أخوك ولا whatever. لكن أعرف هذا الإنسان إيش يبغى، إيش نفسه يسوي. هو فيها في هذه الطريقة، وفي طريقة ثانية إنه خلاص ترمي الشخص على الشيء هذا وهو عادي يعيش الحياة ويعيش اللحظة. هو هنا بيتعلم، هنا يعني هو يعني زي ما بنفرض عليه احيانا. يعني بعض الاشخاص فينا تعلموا السباحة بهذه الطريقة، ايوه كانوا يعني بعض اهالينا يرمونا يعني احنا ما طبعا ما بنقول روحوا ارموا عيالكم عشان يتعلموا السباحه، بس بعضنا فعلا تعلم كده السباحه يعني. أيوة. كانوا يرمونا وعاد اسبحي يلا ورينا كيف حتسبحي. في شيء اسمه ستامينا احنا يعني انجلش اللي هي تحمل. فانا اعرف أن مثلا هذا الشخص اللي قدامي اللي انا حابه انه هو يتطور، هل هو يستحمل هذه الرميه او اني هذه الجمب اللي انا بفرضها عليه. في ناس ممكن تاثر عليهم حسب طبعا الموضوع، يعني وظيفه شخصيه، وظيفه أيضاً. ما ادري حسب نفسيه الشخص ممكن تكون مثلا غير متقبل جدا، ممكن يصيبه اكتئاب، ممكن يصير حاجه يعني ما هي كويسه. لكن اذا انسان طول عمره هو بي يعني متعود على هذه الامور، انه هو وخاصه يعني مثلا انه هو بيلعب سبورت، يلعب رياضه، بيشوف ناس، بيقابل ناس كثير، في عنده مرونه، هذا الانسان ممكن انه هو يعني ممكن خلينا نقول يترمي على الأشياء. لكن في ناس ممكن يكون نفسياتهم شوية تحتاج إنه أنا يعني أخذهم حبة حبة. وعموما إحنا صرنا زي كذا، ما إحنا زي من زمان يعني هاردكور وبدائما بنستحمل كثير، حياتنا شوية مرفهة شوية فيها دلع شوية. فيعني حسب الإنسان كيف يعني بيقيس الموضوع. صحيح. من وجهة نظر. حلو. طيب في اتصال كان أيضا واستفسار من الأخت سامية، هو كان غير واضح مرة بس يعني بتكلم كان عن موضوع الاكتئاب. في حال كان الشخص نقدر نقول في مرحلة اكتئاب أو بيعاني من شيء معين يضايقه وتخطى هذه المرحلة، أحيانا ممكن يجي خوف على أنه يرجع للمنطقة هذيك مرة ثانية، فهل في نصائح معينة ممكن توجهيها عشان يقدر تمشي في العجلة هذه ويتخطى كل هذه الأمور؟ أوكي جريت. طيب العموم الاكتئاب موضوع ما هو سهل. الاكتئاب أول شيء عندي سؤال، أنت كان أو الشخص هذا هل كان عنده اكتئاب؟ أوكي. كيف عرفتي أنه الشخص هذا انتهى الاكتئاب حقه؟ إذن العلاج النفسي هنا مرة مهم. العلاج لما يكون على مدى مستمر، لما العلاج النفسي هو بيروح للماضي ويوقف في الحاضر. طيب
هنا تيجي خلينا نقول مرحلة جديدة. الإنسان ما ينفع إنه هو زي ما قلت لحضرتك إنه هو بيوقف. أنا ما ينفع إني أوقف، لازم أستمر، لازم أستمر، لازم يعني أخلي نفسي تتطور، أقرأ كثير، أصاحب ناس مرة متطورين، لازم إن هم يعينوني على هذا الموضوع. الخوف هذا ممكن زي ما يقول لك بيجذب الاكتئاب مرة ثانية، عشان كذا لازم إحنا يا إنه إحنا we move on أو نستمر forward أو في الطريق الإيجابي، أو إن نحنا نرجع وراء. ما في شيء اسمه ثبات. فالثبات هذا يعني فكرة ما هي، يعني ما هي من سنة الكون. التغيير هو من سنة الكون. فإذا أنت ما رحتي قدام أكيد أو هذا الشخص ممكن يرجع وراء. لا، عشان كذا أول شيء لازم نعرف هل الاكتئاب خلص، هل أنت متأكدة إنه الاكتئاب خلص بالنسبة للشخص هذا. طيب إذا خلص إيش ممكن أنا أسوي؟ لازم في أحد بيساعدك، ما ينفع خاصة عندهم اكتئاب، لازم أحد يأخذ بيدهم، لازم أحد يعني مثلا يوجههم أو يرشدهم عن يعني كيف إنه أنا يعني أني أنا أضمن إنه أنا I move on أو أنا أتحرك في الطريق الإيجابي. وهم من وظيفة اللايف كوتش إنه هو بيحفز كثير، بيحفز. وطبيعي يعني أنت ليه الموضوع يعني الخوف هذا، خليك شوية أو خلي الشخص هذا يكون شوية مرتاح مع نفسه، لان يعني لان الحس بالإسترس، خلي الاكتئاب يرجع. سوت يعني الآن لازم شوية يكون في مواجهة للنفس، لازم في اكتشاف النفس. ما خاصة عنده اكتئاب صعب إنه هو يكون لوحده. فمن الأشياء اللي ممكن الثيرابيست أو المعالج النفسي أو اللايف كوتش ممكن يروحها، طيب خلينا نفكر في أسوأ الاحتمالات. طيب وبعدين هذا الشيء بيخليني إن أنا أفك الارتباط أو التعلق بالخوف، إني أنا أختار اختيارات قائمة عن الوعي. إذن أنا عندي اختيارين، اختيارات قائمة عن الخوف، اختيارات قائمة على الخوف، واختيارات قائمة على الوعي الشامل بالذات وبالنفس. فلازم أفرق بينهم. والإنسان اللايف كوتش ممكن يساعدك. هذا الاكتئاب هو جاي نابع من خوف، إذن هذا سلبي، وفي كثير تخوف من موضوع الخوف، هو تخوف من موضوع الخوف، بس إنه ترى الإيجابية والتحفيز والنمو والتطور أقوى كثير من الخوف، اللي هي تيجي اللي هي ما هي في جوهر الإنسان، ما هي في يعني جزء أساسي من مكونات الإنسان. الإنسان هو عبارة عن نور، إنسان عبارة عن طاقة إيجابية، عبارة عن تطور مستمر. فالخوف هذا شيء يعني إذا أنت الإنسان مثلا واجهه، ترى مرة يروح بسرعة، مرة شيء صغير وتابع. ممتاز. بس فاصل أخير، نطلع فاصل أخير ورح نكمل أكيد موضوعنا في برنامج مفاتيح. خليكم على السماء. يا هلا والله فيكم من جديد مستمعين برنامج مفاتيح. طبعا أكيد مكملين موضوعنا عن المعيقات اللي ممكن تواجهنا في حياتنا. أكيد لأي مشاركة أو استفسار 012-61-61-100-012-217-85-85. حلو. في خطوات أو بطرق بسيطة خلينا نقول ممكن تكون كمان بسيطة على المستمعين، كيف ممكن نتغلب على هذه المعيقات بشكل عام؟ okay. أوكي، هذا هو الموضوع الأهم حقيقة. هذا هو نقدر نقول زبدة من الحلقة أو الخلاصة من الحلقة. تفضلي. أيوة، أنا قبل ما أبدأ حابة بس أقول قصة قصيرة يمكن معروفة للبعض، اللي هي كان في يعني منذ زمن من بعيد، كان في خلينا نقول حاكم، كان أو الناس اللي تحته كانوا شوية خلينا نقول مترفين شوية، كل شيء متوفر لهم، يأتيهم كل شيء جاهز، ما بيتعبوا عشان يلاقوا شيء. فحابب كان يعطيهم شوية يعني زي اللسن أو الدرس. فقام إيش سوى؟ جاب صخرة كبيرة وحطها في طريق رئيسي من قدامهم. الحقيقة كانوا الجميع أو أغلبهم
كانوا بيتشكوا بيقولوا ليش كده صار، ما ينفع كده، كانوا خائفين شوية، كانوا محبطين، هو طبعا طبيعي أكيد. طيب وبعدين هذا أول الحاكم أو الرئيس هذا كان يعني مختبئ وراء مكان، فكان بيشوف هم كيف يعني بيتصرفوا. وفي الأخير بعد كم يوم جاء باسنت أو زارع أو راعي غنم بسيط، قام شاف هذه الحجرة وشاف إيش هي مرة مزعجة، قام حاول إنه هو يجيب لودجز أو هي مجموعة من الأخشاب أو whatever it is يعني. وفي الأخير بعد تعب يعني يمكن راح أكثر من يعني كثير من اليوم، استطاع حقيقة إنه هو بيشيلها، ولقى تحت الصخرة كنز. فالكنز هذا مكتوب عليه العائق، تحت العائق طريق، والطريق هذا هو يصبح الطريق للنجاح. مع كل عائق الإنسان تأتي هناك فرص عظيمة للتحسن في حياتنا. إذن العقبات هذه بتصير زي الطريق اللي هو ربي أراده لنا. يعني أنا مثلا بتوجه توجهات، بسوي مثلا بزنس واحد واثنين ثلاثة، لكن دايما بستخدم هذه الأمور اللي أنا مثلا عندي المصادر ربي أعطاني هي whatever it is، مثلا خلينا نقول خطابة مثلا، يعني كل النعم اللي حولي أكيد بحمد الله عليها طول الوقت أيوة. وأستخدمها إني أنا I move on أو إني أنا أتواصل السير. فهذا اللي يمشي معك هو طريقك، هو اللي بينجح، هو المكتوب لك يعني. بالضبط أيوة. فلازم أكون صادق مع نفسي، لما أكون صادق مع نفسي أنا بعطي نفسي الثقة، وبأفصل نفسي من الداخل في الفيلم زي ما بيقولوا، أو للمتفرج أو إنه الأوبزيرفر اللي بيحصل. فأتقبل نفسي كما أنا، أتقبل أخطائي، ما في شيء اسمه يعني الأخطاء هذه اللي بتصير أو المعيقات اللي بتصير خليها تصير، it's okay. إيش الشيء اللي الصعب اللي ممكن يصير بعدها؟ لما أنا مثلا أقع، خليني أقع ولكن ما أجلس كثير، لازم أستمر، لازم بسرعة أقوم وأواصل وأتعلم من اللي راح ليا، أتحرك مع الذي يجدي اللي أنا مثلا مستمر بالنسبة ليا، وأستخدم مصادري، وطبعا يعني أشوفه من وجهة نظر ثانية، أشوفه من وجهة نظر ما هو داخل هذه المعمعة. فإيش يعني يقول له أنت مثلا إيش رأيك؟ فهو بيعطيني مثلا، أو الشخص هذا اللي أنا بسأله بيعطيني أشياء كثيرة ممكن أنا ما كنت يعني بتخيلها. برضو احتضان الموقف، ما هي الفكرة إنه أنا ما بحكم على الشيء، وما بحكم على نفسي إني أقول أنا ليه كذا، وأنا بعطي نفسي رسائل سلبية. فهناك لا يوجد أخطاء حقيقية، الخطأ يصبح كأنه دورة تدريبية بالنسبة لي، والمعيقات هذه بتصبح ورشة عمل أنا بعدي منها وI move on. حقيقي طبعا كثير أغير القصة اللي بتصير لقصة اللي المجتمع حطها أو يعني حطها في عقولنا إلى قصة تفيدني. خليني أقول لكم مثال، مثلا ستيف جوبز أول ما طلع اللي هو كان بيحاول يخلق الماوس، فكان جاله واحد حداد أو ما أعرف المهم الشخص المسؤول، فقال له مستحيل إني أنا بسويها. المهم جاء بعد كم يوم اللي بيروي القصة بيقول إنه هو طرد هذاك الرجال اللي بيقول أنا ما ينفع يتسوى، لين ما جاء واحد ثاني قدر إنه هو يسويه. فهذه المعيقات كلها في عقلنا. برضو كمان ستيف جوبز، أنا الآن بقرأ نفس عن الموضوع هذا، عن نفس كتاب هوليداي، رائع حقيقي. فهو بيقول في الكتاب إنه ستيف جوبز برضو خلاص لما كان في أتعاق تقريبا 1985 كانوا خلاص بيشحنوا في أول هي شيبمنت أو شحنة لماكنتوش اللي هو أبل ماكنتوش، فقالوا له بليز أعطينا أسبوعين كمان لين ما نخلص، مستحيل إنه إحنا نوصل في هذا الديدلاين أو الوقت اللي مسموح. وقال إيش هو الشيء اللي ممكن تسووه في أسبوعين؟ إيش هو الشيء هذا الشيء الفظيع؟ يعني ما قلتوا لي 6 شهور، ما قلتوا لي 3 شهور، هي أسبوعين، هل تقدروا تسووه في هذه الأسبوعين؟ ما في إلا هذه اليومين اللي لازم تسلموا فيها. وفعلا في هذه اليومين استطاعوا إن هم يخلصوا من هذا البروجكت أو الموضوع اللي كان يبغاله أسبوعين لين ما يوصلوا، واستطاعوا إنهم هم
يعني يرسلوا الشحنة في الوقت المحدد. الإنسان فيه كثير من البوتنشلز وكثير من الطاقات اللامحدودة اللي هو ممكن ما هو عارف لها. فإحنا نحتاج بس شوية إنه إحنا نثق في نفسنا شوية, نعطي شوينا كريديت أو نعطي شوينا نعطي نفسنا شوية فرصة أو ثقة أو الصدق مع نفسنا. وطبعا لازم يكون عندنا رول موديل أو منتور أو قدوة يعني مو مرة قدوة بس إنسان يكون أتخطى هذا. في مثل يقول لك لا تسأل الناس اللي رايحين لنفس المكان, أسأل الناس اللي راجعين منه. فخليك يعني فهذولي خلاص عندهم الخبرة الكافية, أخليك معاهم يعني أعرف هم إيش كيف بيسووا الأشياء. وهذا طبعا يعطينا شوية من الراحة, شوية من يعني يقل التوتر بالنسبة لخوض الأمور الجديدة والتحديات الجديدة. هو it's all about perspective أو وجهة نظرنا بالنسبة لأي معيق. جميل جدا جدا, شكرا لك يا أستاذة آلاء, يعطيك ألف عافية. شكرا أكيد على وجودك معنا اليوم في حلقة مفاتيح. أكيد مستمعينا تقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة مرة ثانية على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM. كنت معكم أنا سامي البيروتي, في أمان الله.